استقل الرئيس السيسي القطار الكهربائي الخفيف انطلاقا من محطة عدلي منصور حتى محطة بدر التبادلية إيدانا ببدء تشغيله. ورفق الرئيس السيسي بالقطار رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة. وتحتوي كل محطة على كباري داخلية، كما أن هناك كافيتيريا ومناطق مجهزة لانتظار ركاب القطار ومكتب للتذاكر بكل أنواعها، علاوة على غرفة سيطرة وتحكم مركزية بالمحطة.